أعتقد إنه المصريين عموما، إحنا كشعب مصري يعني بنحب الصينيين، ليه مش عارف يعني بنحبه، تحس بقى إن هم شبهنا، قريبين مننا، ما تعرفش، تحس إن هم شعوب عندها حضارة زي حالتنا، وعندهم بساطة كمان في تناول الأمور كده زي حالتنا، عندهم إرث ذهني، إرث أخلاقي، عندهم إرث فكري إلى آخره، وده حقيقي بالمناسبة يعني. ويمكن في جزء منها وجدان، يعني علاقة مصر بالصين علاقة كبيرة جدا وقديمة جدا. ولو تتذكروا احنا في الستينيات كان عندنا بنت يانوسة مش عارف شايلة البسبوسة، انا مش فاكر يعني، مش حافظ، ما بعرفش احفظ اغاني، والله احلوتي وكبرتي وبقيتي عروسة، يانوسة بسبوسة، بنت يانوسة يانوسة بسبوسة، وكنا كلنا بنحب الاغنية دي بالمناسبة جدا. وبالتالي انا بعتقد دايما انه ما تفهمش، تحس ان الدم واحد، يعني احنا بنفهم بعض. ده بخلاف ان احنا عندنا مطعم صيني مهم جدا 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 في مصر من الستينيات برضو، بس ما اقدرش اقول اسمه، بتاع هانيان، ووالده كان صاحب والدي الله يرحمهم جميعا يعني. فهو علاقة الصين بمصر علاقة غريبة وعلاقة محببة الى النفس. فلما خدت بال، انتوا خدتوا بالكم طبعا ان احنا في عندنا ممثل وفنان صيني يتحدث العربية على ما يبدو زي المصريين وأحسن. هل نطقي للاسم صح ولا غلط؟ هو هيصححني. لي جا حكيم أو لي جا حكيم، في المشهد قدام حضراتكم مع نيلي كريم، وشفناه في يا بني أصلي مع أحمد عيد، وشفناه في نيلي وشريق يعني، وشفناه في عمهم مع محمد امام، ولا لا لاند زي ما كنت بقول لكم، مش ليه لا لا لاند بتاع دنيا سمير غانم، وطبعا استاذ سمير غانم رحمه الله عليه يا رب، وشفناه في فالنتينو مع استاذ عادل امام ربنا يا رب يديله الصحه يعني. طب ما خليني اخد معايا على التليفون لي جا حكيم او لي جا حكيم، بس هو برضه صححني. ازيك الاول؟ اهلا وسهلا، مساء الفل عليك يا استاذ يوسف. مساء الفل عليك يا استاذ لي، ايه الهداوه والجمال ده؟ قول لي بقى الاول، انا بنطق الاسم صح ازاي؟ اسمي هو اسمي بالصيني لي جا. لي جا بالظبط. اوكي. وحكيم؟ حكيم ده اسم العربي او اسم الاسلامي. الاسم العربي او الاسم الاسلامي. انت عايش في مصر يا لي؟ مظبوط. فعلا عايش بقالك قد ايه؟ أنا جيت مصر وأنا حوالي عندي 4 سنين، فلحد دلوقتي عايز حوالي 26 سنة. يعني أنت دلوقتي 30 سنة. مظبوط. ربنا يمد في عمرك عقبال ما يبقوا 100 سنة إن شاء الله. جيت مصر ليه وإزاي واحكي لي. هو الصراحة والدي من أوائل دفعات المبعوثة من الصين هنا، من الصين هناك يعني، عشان تيجي تدرس هنا في مصر في الأزهر. وبعد كده استقرينا بقى في مصر، و بما اننا مسلمين يعني، فالموضوع هنا بالنسبه لنا يعني تعودنا بسهوله، ف الحمد لله يعني. انا كملت دراستي برضو هنا، ف يعني الحمد لله الحياه يعتبر يعني تقفيل مصري زي ما بيقولوا، تقفيل مصري، تقفيل مصري صيني مشترك. انت درست ايه؟ انا كنت ماثكم في اكاديميه الشروق. اوكي ماشي. طب ده كويس خالص. ليه انت بتتكلم مصري مش لغه عربيه فصحى يعني، انت تمام؟ الحمد لله. الحمد لله. بالمناسبه، وده برضو مش عشان احنا بنتكلم في التليفون، انا بحب الاكل الصيني اللي بجد، مش الاكل الصيني اللي بناكله في المطاعم بتاعه مصر والمطاعم اللي في امريكا والمطاعم اللي في خليج، لا، اكل صيني صيني. ما هو يعني مش عايز اطول على حضرتك برضه، بس ممكن يعني ابسطها لك. ايوه. اللي هو الاكل الصيني فيه حاجات بتبقى كوميرشال، اللي هو حاجات صح يعني امريكان شويه. ايوه. ودي بيبقى زي على راسهم زي سويت اند ساور والحاجات اللي ايوه اللي هي مش اورجانيك صيني، فبيبقى في فرق تيست برضه مختلف شويه. الفرق مختلف بالذات الاعتماديه على الصوصات والحاجات دي. ايوه. بس الاكل في الصين فعلا حلو قوي قوي قوي. لو عدين انا اصلي من هواة الاكل، مش طبيخ اكتر منه، بحب اكل. فبقى قعدت اتفرجت على وصفات الاكل الصيني في الاقاليم الاسلاميه في الصين، لا ده انا مذهل في الحاجات دي. بس عايز ارجع تاني بقى على التمثيل، من ماسكوم للتمثيل، ايه اللي وداك الحته دي؟
هو انا اصلا من يعني من وانا صغير كان يعني جالي كذا فرصه اطلع في كذا كوميرشال ادز اعلانات كاراتيه وشيبسي تايجر حلو. وحاجات زي كده. وبعد كده يعني جات لي فرصه اتعرفت على حد من المنتجين، عرفني على بقى الكروب بتاع كبير قوي هايل. الجزء الثالث، ومن ساعتها بقى يعني حتى الانطلاق يعني الحمد لله، يعني هي بتبقى رزق من عند ربنا برضو، الحمد لله وشكرا والواحد لله. برضو بيحاول يعني على قد ما اقدر يعني ان انا افهم اكتر عن الاسلوب بقى وطبيعة التعبير باللغة العربية بطريقة اللي هو فيها تأدية وتمثيل اكتر. فدي بقى بالنسبة لي كانت عليها شغل شوية. بس لازلت مش معتمد على التمثيل كأكل عيش زي ما بيتقال. اه مظبوط مظبوط. ايه الشغل الرئيسي؟ اكل العيش الرئيسي ايه؟ انا اوبريشن مانجر في شركه اول مصر. صح، طبيعي طبيعي، انا بسأل سؤال ساذج قوي. صح كمل. لا 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 بس فيعتبر ده شغلي الاساسي يعني. طب هايل جدا، ناوي تكمل في التمثيل لحد اخره يا ليه ولا لا؟ والله الواحد برضو بعد لما اجتهد ومش عايز يضيع الحاجات اللي هو يعني حاول يتعلمها ويثبتها اكتر في قدام الكاميرا. فبرضو بالنسبه لي ان انا يعني ان شاء الله مكمل من ناحيه التمثيل كده كده، ومن ناحيه الشغل برضو يعني ما اقدرش ان انا اقول مره واحده افصل، عشان برضو بالنسبه لي هنا الدنيا مش احسن حاجه، عشان سنين برضو في شركه صينيه بيبقى عليه ورك لود كتير شويه. ف ورك لود، وبعدين المرتب بيبقى حلو يعني. ما انا كنت بشتغل يعني اصلي في الحمد لله. الاتصالات زمان، فانا عارف مرتباتها. واوي حلو لا لا خالص، لا الحمد لله تاتش وود. ما شاء الله ما شاء الله. لا يعني انا الحمد معايا، لله. لما هتحس انه التمثيل يقدر انه يخليك تمام ماليا، هل مستعد تتخلى ساعتها عن الشغل كموظف؟ بص يا استاذ يوسف، انا بيني وبينك يعني مقتنع، يعني والدتي كان دايما بتقول لي اللي هو من وانا صغير اللي يعني هو البني ادم طول ما هو عايش بيتعلم، صح. سواء في التمثيل بتعلم، سواء في الشغل بتعلم، واحنا الحمد لله يعني 30 يعني ها مره واحده 30 سنه عدت، فالواحد برضه حاسس ان هو عدى عليه عمر طويل، بس الحمد لله يعتبر لسه في المتوسط. فان شاء الله يعني ربنا يعني يدينا طولة البال ان احنا يعني يكون الاجتهاد النفسي طبعا، وان احنا نقدر نعمل يعني حاجات اكتر في التمثيل وفي الشغل العام. بإذن الله بإذن الله. ليه انا مش عايز اطول عليك، مش عايز اوجع لك دماغك يعني، لانك بما انك راجل موظف واوبريشن مانجر، فبرضه ده تايتل محترم في هواوي. فانا كده بقول اعلان، غالبا بقول اعلان بس مش مشكله عشان خاطر ليه. ما نشيلهاش ولا حاجه، عادي يعني، ده حب العلاقات المصريه الصينيه، دي علاقات تاريخيه. ليه انا بشكرك اولا، ده نمره واحد. نمره اتنين، عايزين نتقابل وتنورنا في الاستوديو ونقعد نتكلم، ونتكلم عن الصين، ونتكلم عن مصر، ونتكلم عن المتشابهات والمتقاربات، ونبتعد عن السياسه، خلينا فن وثقافه واكل وغنى ومزيكا وحاجات زي كده. ايه رايك؟ كده كده يا باشا، ان شاء الله ده هيبقى شرف كبير ليا والله. كده كده ده انا اللي اتشرف وتنورني. اشكرك جدا 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 جدا، كل الشكر للفنان والنجم الصيني المصري، زي ما بيتقال كده قال لك تأفيل مصري، لكن طبعا هو مقيم في مصر، منورنا على عيننا وعلى راسنا، واحد من اهلنا، لي جا حكيم.